أهلا وسهلا بكم معنا في قناة كودينج بايبل. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن الايفنت بايندينج أو ربط الأحداث. ولحد الآن إحنا ما زلنا بنتكلم في الداتا بايندينج أو ربط البيانات، وشفنا أول نوع هو الوان واي بايندينج وشفنا أنواعه، أو هو كان بيتكلم عن الربط ما بين الكلاس وما بين التمبلت. النهارده هنشوف الايفنت بايندينج، وده يعني هو منفصل في نوع لوحده، ولكن تقدر تعتبره وان واي بايندنج او ربط في اتجاه واحد لكن من التمبلت الى الكلاس. خليني ابدا الفيديو بالسؤال، هل الانجولر بيتعامل مع الايفنت بنفس طريقه الجافا سكريبت ولا لا؟ الحقيقه لا، الانجولر ليه طريقه مختلفه شويه في التعامل مع الايفنت، وهنشوف الفرق دلوقتي. وعشان نعرف الفرق ده عايزين نتكلم عن الايفنت في جافا سكريبت تشتغل ازاي، وبعد كده نفهم او نتكلم عن الايفنت في الانجولر بتشتغل ازاي عشان نعرف الفرق. خلينا نتكلم الاول عن الايفنت في جافا سكريبت. في جافا سكريبت انت بتتعامل مع الايفنت بطريقتين. الطريقه الاولى ان انت تكتب مثلا هنا بوتون دوت اد ايفنت ليسنر اون كليك مثلا، وبتعمل كليك وتشوف النتيجه هنا عادي جدا. الطريقه الثانيه ان انا ممكن اكتب هنا اون كليك واكتب الكود اللي انا عايزه مثلا، ولكن هنا كليكد. تلاحظ هنا ايه؟ تلاحظ ان البوتون دوت اون كليك هنا طبعت الفانكشن دي، وتلاحظ ان الفانكشن دي فيها الكود اللي احنا حطيناه هنا. طب اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انك انت لما بتكتب اون كليك، كروم بيشوفها بياخد الكود اللي انت كاتبه هنا يحطه في فانكشن، او يربط الاون كليك بروبرتي اللي داخل البوتن اوبجكت بالفانكشن دي ويحط لك البادي اللي انت كاتبه هنا. هتقولي ازاي اون كليك بروبرتي؟ انت لو جيت هنا طبعت عملنا كونسول دوت دوت داير بوتون، هتلاحظ ان البوتون اوبجكت فيه بروبرتيز كتير جدا، من ضمنها الحاجات الخاصه بالايفنتس. ممكن تبقى مستغرب الموضوع شويه، ممكن تبقى انت فاكر ان دول فانكشنز مش بروبرتيز. لا، هم بروبرتيز بدليل ان الباقيين كلهم نل. لو انت ضغطت هنا هتلاقي كله نل، تمام، ما عدا الاون كليك. لو جيت عملت هنا كليك هتلاقيها ايه؟ موجوده واخده فانكشن. ليه؟ لان كروم حط جواها او سواها بالفانكشن اللي هي اون كليك اللي فوق دي، وحط الكود اللي احنا حاطينه هنا. كمان لو جينا طبعنا الايفنت، كتبنا ايفنت هنا تمام، وعملنا هنا كليك، هنلاقي ايه؟ الاوبجكت ده اتعمل. طيب انا هسال هنا سؤالين، دول سؤالين جافا سكريبت عاديين جدا. السؤال الاولاني بيقول اشمعنى هنا كلمه ايفنت اللي كروم بيسويها بالاوبجكت ده؟ السؤال الثاني الاوبجكت ده مصدره ايه؟ تمام، اول سؤال اشمعنى كلمه ايفنت ده بالاتفاق؟ ده لانك انت هنا ممكن تحط اكتر من انبوت، ممكن تحط فانكشن مثلا والفانكشن دي فيها اكتر من انبوت، وانت عايز الاوبجكت ده البوينتر ايفنت مثلا. كروم هيعرف انهي فاريبل او انهي انبوت انت حاطه عايزه يسويه لك بالاوبجكت ده، هيعرف منين؟ فاقول هذا ده بالاتفاق، بنسميها بالانجلش باي كونفنشن، بمعنى اني خلاص الكل متفق ان انا لما اكتب كلمه ايفنت كروم هيحط او هيسوي الفاريبل ده بالاوبجكت ده وخلاص على كده، تمام. والدليل على كده اني لو شلت مثلا الايفنت وحطيت اي هو اي، نعم هنا مفيش ايرور، بس لو ضغطت على البوتون هيديني ايرور، تمام؟ الايرور مش معروف، يعني اي از نوت ديفايند. طيب هو هنا ليه الكومبايلر ما اعترضش على الاي دي؟ ده لانك انت لحد الان ده كده كود جافا سكريبت عادي جدا. الانجولار ولا حتى تايب سكريبت هيعمل فيه حاجه، لان تايب سكريبت بياخد كود جافا سكريبت زي ما هو بيديهولك. طيب تعالى بقى نشوف الانجولار هيتعامل ازاي مع الايفنت. اول حاجه هنتكلم فيها ان اسم الايفنت زي ما هو بس من غير كلمه اون. ثانيا لازم يبقى محطوط جوه قوسين بالطريقه دي. طيب تلاحظ بقى هنا ايه؟ تلاحظ ان هو مش متعرف على الكونسول، وكاتب لك بروبرتي كونسول دازنت اكزيست اون تايب اب. اوكي، هنحطها هنا كمان اهو. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو بيتوقع ان الكونسول دي عباره عن فاريبل داخل الكلاس ومش لاقيه. طيب ده ليه؟ ده لان الانجولار بيربط هنا، عايز يخلي الايفنت ده يبقى مربوط باي حاجه موجوده او مربوط بالكلاس دي، مش مربوط بكود الجافا سكريبت عامه. هو عايز يربط الكود اللي هيبقى في الايفنت هنا مع الكلاس، تمام. فبالتالي تعالى نعمل اون كليك مثلا زي ما انت شايف كده، اوكي، وهناخده هنا هنكتب الاون كليك هنا وخلاص. حلو، الايفنت ده برضو عامل ايرور اللي هي نفس الفكره، هو بيتوقع ان الايفنت ده عباره عن فاريبل داخل الكلاس. طيب امال هنعمل ايه؟ برضو للمره الثانيه بالاتفاق بنحط قبله دولار ساين. طيب لما كنا حاطين اون كليك هنا وطبعنا الاون كليك بروبرتي داخل البوتون، لقينا هنا طبع لنا الفانكشن بس هنا طبع نال. طب هل انا لو جيت طبعتهم هنا كمان، لو جيت طبعتهم هنا وعملت هنا كليك، هل هيطبعها برضو؟ لا. قال له ازاي؟ طيب يعني في الاون كليك العاديه في جافا سكريبت العاديه، كروم بياخد الكود بيحطه في البروبرتي اللي اسمها اون كليك، ولما تضغط على كليك بيعمل اكسكيوشن الفانكشن اللي في البروبرتي اللي اسمها اون كليك. لكن هنا
لا، ده معناه ان الانجولر فاصل التعامل بتاع الايفنت عن المتصفح، وهو اللي بيتعامل معاه مش المتصفح. طيب بالنسبه للاوبجكت اللي هو بتاع الايفنت هنا، ده هو ده كده مين برضو اللي بيجيبه، الانجولر ولا المتصفح؟ الحقيقه المتصفح برضو مازال هو اللي بيعمل الاوبجكت ده، ولكن الاوبجكت ده بيعدي الاول على الانجولر او على الفريم ورك بتاع الانجولر، بيهندله بشكل ما ويبعته لك هو هنا تاني. ليه؟ لانك انت هنا تلاحظ ان هو جاي معاه داتا تايب ماوس ايفنت، فبالتالي اللي بيستقبل الاوبجكت ده من المتصفح الانجولر نفسه، بعد كده بيبعته لك ماوس ايفنت هنا تلاحظ. فبالتالي احنا هنا حاطين ايفنت، مفيش مشكله، لان الماوس ايفنت هو يعتبر سب تايب من الايفنت، او يعتبر كانه تشايلد من الايفنت، فمفيش مشكله. وممكن تكتب هنا برضو ماوس ايفنت، تمام، مفيش مشكله. طيب هنا بقى معلومه مهمه جدا، في ناس بتحب تعمل اي حاجه عندها في الحياه اني داتا تايب اسمه اني عادي، مش مهم اني وخلاص. ايه اللي ميزته؟ ان هو مش هيديك ايرور نهائي في الكومبايلر، حتى لو انت عامله غلط، او حتى في مشكله في الداتا تايب، او حتى انت بتتعامل مع الايفنت بشكل غلط، مش هيديك اي اعتراض خالص، الكومبايلر مش هيعترض. وده اسوأ حاجه في الموضوع. انا ممكن هعمل فيديو مخصوص هتكلم فيه عن عيوب استخدام داتا تايب اللي اسمه اني، لكن انا بشوف ناس كتير جدا تعتمد على استخدامه، وده بيعمل مشاكل كتيره جدا 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 هتكلم عنها بعدين. لكن مؤقتا انا بقترح عليك انك انت ما تستخدمش الاني خالص، واستخدم دايما داتا تايب. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، ولو عندك اي سؤال ابعت لنا ما تترددش، وشكرا جزيلا للاستماع.